لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب النفقة على الأيام، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ فقال: نعم، لك أجر، لك أجر ما أنفقت عليهم، لك أجر ما أنفقت عليهم. اتفق عليه. أيتام أبي سلمة هم أبناؤها، وكان هذا كان زوجها أبو سلمة قبل أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن توفي عنها أبو سلمة وترك لها هؤلاء الأيتام، فكان عندها مال فكانت تنفق عليهم من مالها، وكأنها ترى أن الأمر الضروري الفطري الطبيعي ربما لم يكن فيه أجر، تقول: لست بتاركتهم هكذا وهكذا، يعني يتجهون في اتجاهات شتى، يذهبون يمينا للبحث عن طعامهم وكسوتهم ورزقهم، أو شمالا أو لهذا أو لذاك، لن تتركهم كذلك، فتخاف عليهم وهم أبناؤها، وهم بني، إنما هم بني فهم أبناؤها، ولذلك لا بد أن ترعاهم فطريا كأي أم، ومع ذلك فهي تسأل هل لها أجر لتحتسب هذه النفقة عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لك أجري، لك أجر ما أنفقت عليهم، لها أجر بما أنفقت عليهم من مالها رضي الله تعالى عنها. الساعية، الأرملة الساعية على أولادها، أو حتى المتزوجة التي تسعى على أولادها من مالها، وبالتأكيد إن أذن زوجها الذي تزوج الأرملة ليراعي أيتامها آذنا في ذلك، فهي مأجورة وهو مأجور. التكافل في داخل المجتمع المسلم أمر عظيم الأهمية تستقر به حياة المجتمع، فإذا فقد أحد أفراده، توفي، مرض، هاجر، فلن يضيع أهله وذريته من بعده. الأم مأمورة بالنفقة على أولادها، تعمل حاجتها الفطرية وتؤجر. أما أم موسى فكان لها ثلاثة أنواع من الأجر، تأخذ الأجر من الله عز وجل، وتأخذ الأجر من فرعون، وترضي أمها بما استجابت من أمر الله عز وجل. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية، لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده عام حجة الوداع من وجع اشتد به، قال فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. اتفق عليه، ما تجعل في فم امرأتك، وذكرنا أن ذلك بمعنى إما بمعنى الإطعام عموما، فإن كل ما تأكله المرأة من نفقة زوجها ف
فهو قد جعله في فيها، أو على سبيل المداعبة أن يضع في فمها قطعة من الطعام مداعبة وتوددا وحسن عشرة بين المدعوات، وكلا الأمرين صحيح، كلا الأمرين صحيح. وكذلك النفقة على الأولاد إذا احتاجها الإنسان، مع أنها شيء فطري ولكنه يؤجر على ذلك، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن يخالفون الفطرة والدين والأخلاق الكريمة أن يتركوا أولادهم بلا نفقات، وأن يهجروهم ويتركوهم لمن يعني يتصدق عليهم، أو من يعني يردهم ولا يعطيهم، فشيء فظيع أن يهمل الأمر في نفقة أولاده وزوجته، فمن يحملها ما لا تحتمل. الأم التي تشارك في نفقة المنزل هي متصدقة على زوجها وعلى أولادها وتأخذ الأجر في ذلك. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. اتفق عليه، يقصد بها التقرب إلى الله بأداء الواجب الذي أوجبه عليه، ليس مغرما، كما قال عز وجل: من العرب من يتخذ ما ينفق مغرما، غرامة نقص. أما إذا كان في الزكاة الواجبة كان ذلك نفاقا، وقريب منه في النفقات الواجبة يعتبر أنها مصيبة أن يأخذ منه نفقته، أن يحتسب عند الله فيؤجر على ذلك. وهذا يعني يحصل الأجر فيه، أو أصل الأجر بأصل النية، لو نوى أن منذ علم هذا. وأما من يعني يتاجر مع الله فهذا يحصل له لكل نفقة ينفقها نية، ينتوي ويحتسب في كل نفقة فيؤجر على ذلك أعظم الأجر، تسمى صدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. كفى به إثم، كفى بالمرء إثم، يعني لو لم يكن له آثام إلا هذه المسألة وهذا التقصير لكفى به ذنبا يوبقه ويهلكه. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني من أوجب الله عليه قوتهم وهو رزقهم ونفقتهم وكسوتهم وما يحتاجون إليه من الضرورات والحاجيات. أما التحسينيات من التيسير عليهم فهي صدقة أيضا لعموم الأدلة السابقة: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة، هذا عام، بما في ذلك أن يأتي لهم مثلا بفاكهة وليست من الحاجيات ولا الضروريات، ومع ذلك فهو يؤجر على ذلك. لكن الإثم في ترك الضرورات والحاجيات، الضرورات كمن يترك أهله جياعا ويترك أولاده جائعين وهو قادر على التصرف حتى ولو بأن يقترض، يجب أن يفعل. وفي الملابس أن تكشف العورات، أو أن لا يكسوهم ما يدفع عنهم برد الشتاء وحر الصيف. صحيح رواه أبو داود وروى
رواه مسلم في صحيحه بمعناه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. يملك قوته يعني هو يملك ما يقوته، أو عمن يملك من رقيقه القوت الذي وجد، يعني ممكن. فبمعنى أنه يملك قوتهم يعني يملك طعامهم، هو الذي يملك قيمته، هو الذي يحضره، وهو الذي يخزنه مثلا ويعده، فهو قوتهم، هو مالك، هو الملك له، لأنه وقع في ملكه قبل أن يطعمهم ويكسوهم. أو عمن يملك يعني عن المماليك قوت الواجب للمملوك، فإذا كان هذا المملوك نفقته واجبة فكيف بأولاده؟ نلحظ هنا أن المماليك في الإسلام كبعض أفراد الأسرة، كما وجب على العيال، كما وجب على الأب نفقة العيال، وجب على السيد نفقة مماليكه بالمعروف، وليس يتركهم يعني يخدمونه ثم لا يطعمهم ولا يكسوهم، بل عليه أن يعاملهم كبعض أفراد أسرته. ولذلك ربما بعد العتق تبقى الرابطة كأحد أسباب الإرث وهو الولاء، إذا لم يترك المعتق أحدا يرثه ورثه سيده، كما ذكرنا هو كأحد أفراد الأسرة، ليس في هذا النظام الإسلامي ما عند اليونان أو الرومان أو الهنود أو الأمريكان عند تأسيس دولتهم، والأوروبيين عند يعني أي سنين الاحتلال. هذا الأمر الذي كانوا يعني يضعونه في الأفلام، يعني يذكروا يعني آثام معاملة الرقيق التي كانوا يفعلونها هم، يذكرون قبائح النظام، نظام الرق الذي كان عندهم، ثم بعد ذلك يلحقون كل رق في العالم لأنه كذلك. والله هذا ليس عندنا، ليس منه شيء عندنا، هذا الرق عندهم وفي تاريخهم والفظائع التي كانوا يرتكبونها من أن يطلقوا الرقيق بعضهم على بعض، وما زال هذا يعني يذكر في تاريخهم ويمثلونه في أفلامهم، يتصارعون إلى الموت ليتلذذ السادة المتفردون في المدرجات، وربما تركوهم يصارعون الأسود والحيوانات المفترسة، وكل ذلك من الظلم والعدوان، يتلذذون بآلام الضعفاء. الإسلام ليس فيه شيء من ذلك. إذا كان الإسلام قد شرع الله فيه نفقة الحيوان الواجبة، لا يجوز أن يجيع الدابة ويتركها بلا طعام، فكيف بالإنسان الذي يوكل به؟ كما ذكرنا الرق في الإسلام ارتفاع بشأن الرقيق في الحقيقة، وكانوا يهتمون بتعليمهم حتى صار سادة كثر من سادات الأمة كانوا من الرقيق يوما ما الأيام. هذا دليل على أن النفقات الواجبة تشمل النفقة على العيال، تشمل النفقة على الأهل، الزوجة، الوالدين، الأقارب كالوالدين ومن يرثهم، وكالرقيق أيضا، بل والحيوان كما ذكرنا في حديث البعير الذي كان يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم شدة العمل وقلة الطعام، فأمر صاحبه إلزاما بأن يطعمه ولا يكلفه فوق طاقته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا،
ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. سبحان الله. كل يوم تطلع فيه الشمس، كل يوم يصبح فيه العباد، عند الصباح ينزل ملكان خصيصا بأمر الله عز وجل، ينزلان فيناديان في العالم دعوة مستجابة خصصهما الله لذلك، وإن كنا لا نراهما فقد أخبرنا بأمرهما الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أحدهما يدعو للمنفق من خلف البدل والزيادة في أكثر مما أنفق، والآخر يدعو على الممسك البخيل الشحيح، فيدعو عليه بأن يعطيه التلف بذنب ربانة الذي كان يبخل به عما أوجبه الله. قد سبق أن بينا أن البخل منه الواجب، منه المحرم ومنه المكروه. البخل المحرم هو أن يمسك عن الزكاة الواجبة، ويمسك عن النفقة الواجبة على الأهل والعيال والأقارب، الوالدين خصوصا ومن يرثهم، والرقيق والحيوان. أن أمسك عن ذلك بخلا، أو أعطى ما لا يجزئ، يعطي القليل جدا، فهذا بخل محرم. أما البخل المكروه فهو أن لا يوسع عليه ما قد وسع الله عليه، وأن يعني لا يعطي إلا قدر الضرورة والحاجة فقط، ولا يكون عنده شيء من السعة وإن كان قد أعطاه الله سبحانه وتعالى. كما يقول مثلا من أهل العلم أن يعطيهم كل يوم مثلا الحب. في القديم كان الناس النار يعني موجودة في أي شجر يمكن أن يذهب فيحتطب ويشعل نارا، ولذلك لم يكن هناك حاجة إلى مناطد، فطبخ الطعام كان بمجرد أن يسلم له الطعام يكون قد أطعمه بذلك. يعني هنقول أن كل واحد مد من الطعام 700 جرام رز في اليوم، يروح جاي جايب لهم في زماننا ده 700 جرام رز، وعندهم موقف بتاعهم بقى يعني مثلا بوتجاز بعين واحده. بلا شك ان في واقعنا هذا شيء مؤلم، الناس لا يحتملون ان يكون هذا على الدوام كل يوم. يعني لو واحد قلنا للناس ان هم كل يوم ياكلوا فول فقط صبح وظهر وبالليل، او اكل بالنهار واكل بالليل، أن هذا يشق جدا. طبعا الناس زمان كان العيش عندهم حاجة كبيرة طبعا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا إبراهيم لإسماعيل وأهله المرأة الصالحة، قال اللهم بارك لهم، اللهم بارك لهم في اللحم والماء، ولو كان لهم حب لدعا لهم فيه. يعني زمان أيام سيدنا إسماعيل ما كانش فيه أصلا أي عيش ولا رز، يأكلوا لحمة كده فقط ويشربوا مية زمزم. سبحان الله، كانت حياة يعني عجيبة. أكل لحمة مين؟ يطلع بره الحرم يصطاد، يعني يمشي 17 كيلو على الأقل مثلا، أو 10 كيلو ناحية التنعيم، عشان يخرج بره الحرم عشان يصطاد، ويعني يرجع فيطعم واحدة. سبحان الله، كيف كانت الحياة في بداية الإنسانية، بل إلى عهد قريب. يعني ابن سيدنا إبراهيم، سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم، وأهل بيته يأكلون هكذا. نقول اليوم أن هذا قد يكون شقا جدا، ومن كان عنده سعة فلم يطعم أهله إلا الحب، كان ذلك يعني نقصا بلا شك وبخلا، وإن لم يكن محرما طالما لم يدعو، نسأل الله العافية. وأما الشح فهو أيضا من الإمساك، ولكنه يزيد عليه، ف
فإنه يدفع إلى أن يأخذ الإنسان مالا ليس من حقه ما في أيدي الناس. ما أكثر نزاعات الناس وصراعاتهم حول ما في أيدي غيرهم، فهو الشحيح. ولذا كان الشح يطلق على الزنا ويطلق على السرقة، كما قال عبد الرحمن بن عوف عندما كان لا يزيد في الطواف على اللهم قني شح نفسي، فسئل عن ذلك فقال إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل. لأن الزنا في الحقيقة تطلع إلى ما أحله الله لغيرك وليس لك، أما كان حراما على كل أحد مثلا في الفروج قبل أن تتزوج المرأة فهي حرام على كل أحد، لكن إذا تزوجت صارت حلالا لواحد وحرام على الباقي. فالشحيح الذي يتطلع إلى ما في أيدي الناس هو كذلك الزاني شحيح، إذا قال إذا وقيت شح نفسي لم أزني، والسارق بلا شك، والغاصب بلا شك، والمرابي بلا شك، وآكل مال اليتيم بلا شك، كل هؤلاء ممسكون يدعى عليهم كل يوم بالتلف. أعوذ بالله. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. رواه البخاري. اليد العليا هي المنفقة، لأنه حين يعطي الصدقة يكون السائل يبسط يده والآخر يضع في يده. اليد السفلى هي السائلة وهو آخذ الصدقة. اليد العليا خير من اليد السفلى، المتصدق خير من الآخر. وابدأ بمن تعول، أي النفقات حتى تكون يدك عليا، بأن تعول. اكفي نفسك أول أمر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على أهلك. قال عندي آخر، قال أنت أبصر به. وقد سبق شرح هذا الحديث. دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الدين الذي أنفقته على أهلك. هذا الأمر حتى تكتفي الأسرة بعائلها، لذلك قال ابدأ بمن تعول، بمن هم عيالك ونفقتهم عليك، وأوجب الله عز وجل عليك نفقتهم من طعام وسكن وكسوة. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي ما كان يدعو صاحبه بعد ذلك غنيا، فسوف يعطيها من طيب نفس وليس متطلعا أو ممتنا بها. ولا شك أن هناك من ينفق ولا يكون ساعتها عنده شيء يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، لكن قلة من يفعل ذلك. وأن يكون نفسه قد جادت بهذا دون تطلع ودون استكثار، لا يكاد الإنسان يفعل ذلك إلا من كان مثل أبي بكر ومثل أبي طلحة وأم سليم، ويعني هذه
الأمثلة العادية، لكن أغلب الناس كحال الرجل الذي تصدق أتى النبي صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب فرمى بها في وجهه، وقال يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ثم يذهب ويتكفف الناس. فأبى أن يقبلها منه لأنه يؤدي إلى الفقر والسؤال. لذلك كان أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ما يبقي صاحبه بعد ذلك غنيا، ينفق ما زاد عن حاجته حتى يبقى غنيا بعدها. ويستعفف، العفة أن يتعفف عن السؤال وأن لا يسأل الناس شيئا وأن يكتفي بما رزقه الله سبحانه وتعالى ولو كان صاحب حاجة، كما قال الله عز وجل: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هم فقراء لا يسألون حاجتهم لأحد، لا يسألون الناس إلحافا، لا يلحون على أحد في شيء، بل لا يسألون الناس، تبقى حاجته في نفسه لا يسأل الناس شيئا. ولا شك أن هذا من أعظم الأخلاق، العفاف، ويدخل في العفاف أن يتطلع إلى شيء ليس في يده، فغض البصر من العفاف، والكف عن السرقة والزنا والأموال المحرمة على الإنسان من العفاف، وكل ترك شيء نهيت عنه فأنت تستعف عنه. الاستعفاف عن أكل الحرام وعن شرب الحرام سواء في عينه كالميتة، إذا كان مثلا في بلد لا يجد إلا الخنزير أو الميتة فيقول ما لي قد إيه ما كنتش لحمة لا أكل بقى، لا، أنت تصبر وتستعف، فهذا من العفاف، الاستعفاف عن الحرام، ولو أكل يعني نباتات فقط أو مثلا يعني سمكا أو نحو ذلك مما يحل أكله من أطعمة الكفار. ومن يستغني يغنيه الله، جزاء المستعف أن يرزقه الله العفاف، هو يطلب أن يكون عفيفا، يتكلف أن يمنع نفسه من السؤال ومن التطلع للحرام، فيعفه الله، وذلك بأن يكفيه سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلى أحد، كما فعل عز وجل مع موسى عندما قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وما أعظم ما فعله، فهو لم يسأل ولم يتطلع حين سقى للفتاتين المرأتين، وإنما فعل ذلك لوجه الله، فكان عفيفا فأعفه الله على عفة فرجه وبطنه والحاجة إلى المسكن، كفي ذلك كله في لحظة. ومن يستغني عن الناس ولا يمد يده إليهم ولا يقبل منهم مستشرفا، ويعني إنما لا يشغله شيء من ذلك، فالله عز وجل يغنيه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.